لاش کے حسین کے لب پر گئے صدا، ہر لاش کے حسین کے لب پر گئے صدا، لبیک یا محمد لبیک یا حسین، حاضر ہے یا محمد حاضر ہے یا حسین. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، الشيطان للإنسان عدو مبين.
الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تطع الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع وتوكل على الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم ولا الكافرين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. بواذ بلا نهار يسلوك.